Refresh. 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 صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا، كل يلي معنا ومرافقنا على هوا راديو روزنا. أصرنا معكم ببث مرئي مباشر على صفحة روزنا الرسمية على فيسبوك. بدي صبح على كل يلي معنا، كل يلي حابب ينضم ويتابعنا اليوم بفقرة الفريش، فقرتنا الأسبوعية ضمن برنامجنا الصباحي روزنا ميت روزنا. موضوع وهاجس الخصوصية هو الهاجس الأكبر، هو يعني الموضوع اللي لازم نحن أبدا ما نستهين فيه. رح نتناول هذا المحور من جانبين، الجانب الأول يتعلق بفيسبوك والخصوصية خاصة برسائل الواتساب، وأيضا رح نحكي على التحديث الجديد المنتظر والمرتقب من واتساب، رح يريح كثير يلي بيحبوا أو بيكونوا باجتماعات ما بيقدروا يسمعوا التسجيلات الصوتية، وممكن يكون هيك يستشفوا شو محتوى هي الرسائل. أيضا رح نحكي عن الثغرات الأمنية اللي صارت مؤخرا بأبل، رح نعرف كيف هاي الأجهزة صار معها حدثت هاي ثغرة، كيف بتم معالجتها. كثير من المواضيع رح نتناولها اليوم، بتمنى أكيد تبقوا معنا وتشاركوا معنا البث المباشر. لحتى نعرف تفاصيل كل الأخبار اللي أشرت لها، بيسعدنا يكون معنا بها الصباح الأستاذ يحيى صبيح، خبير الأمن الرقمي. يسعد لي صباحك أستاذ يحيى من جديد، أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك معنا على هوا روزنا. يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين والمتابعين. رح أبدأ من خبر الفيسبوك، يعني خاصة التقرير اللي نشرته منظمة بروبابليكا. تقرير بيقول إنه شركة فيسبوك اللي مالكة للواتساب قادرة إنها توصل لرسائل مستخدمي التطبيق عند حاجتها. للأسف من أسبوع تقريبا فعلا انتشر تسريب كبير لهذا الموضوع، خصوصي أنه خلينا نقول فيسبوك أو واتساب هي موظفة أكثر من 1000 شخص بشكل غير مباشر من بطريقة ما موجودين بالشركة ليداقوا كثير من الرسائل، على حسب على زعمه أنه هي قد تحتوي على عنف، تحتوي على رسائل إباحية، قد تحتوي على رسائل ابتزاز. ولكن للأسف هذا الشيء فعلا بيفقد خصوصيتنا وبيفقد خاصية التشفير من طرف إلى طرف، مثل ما صرحت واتساب سابقا تقريبا بال 2019 أنه هي صارت تعتمد واتساب على خاصية التشفير من طرف لطرف، وهو يعتبر آمن جدا، وهو يعني من أهم ميزات التشفير الموجودة بكل تطبيقات التواصل أنه يكون مشفر من طرف لطرف. هذا بيسمح أنه لا الشركة فيها تعرف شو المحتوى الرسالي ولا أي طرف ثالث غير الشخص اللي هو خليني أقول المرسل والمستقبل. نعم. طيب بالنسبة أيضا موضوع، رغم أنه كنا يعني كلياتنا مبارح انبسطنا بهذا الخبر، وهو أنه لما بتوصل رسالة صوتية أو الكتار بيستخدموا اليوم بشكل أسرع الرسالة الصوتية، لكن كمان ظروفنا مو دائما بتسمح لنا نعرف شو محتوى هي الرسالة. فكان في حديث أنه راح يكون يعني قريبا إمكانية لحتى نعرف شو محتوى هي الرسائل، وبعبارة عن نص بيجينا من واتساب. فهون هل بتعتقد أنه فعلا أنه ممكن تطبق لكن مو على كل اللغات؟ هلا صراحة موضوع تطبيق هاي الميزة بالتحديد والتحديث الأخير والشائعات اللي يعني خلينا نقول عم تنزل هذا الموضوع بالتحديد، أتوقع هذا الموضوع بياخذ وقت وما غير متاح، لأنه اليوم كمان يعني رح يلاقي هجم كتير شرس من المستخدمين، ومن إنه رح يفقدوا الخصوصية تبعيتهم وتبعيت حتى الرسائل الصوتية. هلا خلينا كلياتنا يعني في شغلة كتير مهم اليوم أي شركة كانت عالمية عندها تطبيقات تواصل اجتماعي أو شركات الهواتف المحمولة دائما بتحاول تطلق بعض الشائعات وتشوف ردة الفعل تبعيت خلينا نقول السوشيال ميديا مواقع التواصل والناس شو رأيها. يعني من فترة نتذكر أبل أطلقت إنه هي راح تحاول تعمل فرز للصور أو تعمل في صور فيها ذات طابع إيحاء جنسي أو طابع عنف للأطفال، فهي قد فعليا تحذف من الآي كلاود أو تحذف من الصور الموجودة عندنا، وهذا الشيء يعني لقى هجم جدا قوي أنه هذا كيف كنتم تبدأوا هاي الصور، إذا هي الصور أساسا لازم تكون محمي وما حدا فيه يوصل لغير المستخدم تبع الآيفون. فنحن دائما خليني أقول الناس اللي عم تتابعنا دائما هني بيحاولوا يطلقوا هاي الشيء يشوف ردة فعلنا كيف، أنه نحن أوكي ما كتير ردقنا على الموضوع أو صار في رد قوي جدا على هذا الموضوع.
وبالتالي يعني التخوف من موضوع الخصوصية رح يكون هو الهاجس الأكبر. كمان كان في تحذيرات يعني من شركة واتساب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بتحكي أنه اللي كل من منزل تطبيق واتساب غير الأصلي، سواء كان الواتساب العادي أو حتى واتساب الأعمال، رح يتم يعني حرمان هذا الرقم من الحصول على حساب أصلي والواتساب بسبب أنه منزل تطبيقات أخرى مثل الذهبي الأزرق وغيره من التطبيقات. قدي في مصداقية لهذا الكلام وإمكانية فعلا أنه يكون في حجب لهذا الرقم ومنعه من أنه يقدر يستخدم التطبيق الأصلي؟ نعم، هذا الشيء صحيح جدا، حتى مو فقط حجب الرقم، حتى حجب الاي مي تبع الجهاز من استخدام نسخة الواتساب بشكل كامل. واتساب عم تلاحق بشكل جدا كبير نسخ الواتساب الغير اصلي، واتساب عمر، واتساب الذهبي، الاو جي، جي بي الى اخره. هاي نسخ الواتساب الغير اصلي اللي نحن نحملها من متجر جوجل، من خارج متجر جوجل بلاي، فهي تطبيقات خلينا نقول برمجيات خبيثة 100%، هي فيك مزورة للأسف. تحصل على كافة المعلومات تبعتنا دائما. هاي التطبيقات عم تقدم لنا ميزات جدا ضخمة، ولكن الهدف هو معلوماتنا. نسخ الواتساب الأصلي ونسخة واتساب بيزنس الأصلي اللي بنحملهم من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور تبع الخاص بالآي أو إس، هي فقط الأصلي. وهلأ عن جد التحديث الأخير رح يكون بعد فترة من تقريبا شهر أو شهرين، رح يتم حجب الآي مي والرقم واتخاذ إجراءات جدا صارم من قبل شركة واتساب. هذا الموضوع جدا حساس، نحن دائما بنسلط الضوء عليه ومنقول للمتابعين والمشاهدين دائما أن ينتبهوا من النسخ الغير أصلي للواتساب أو حتى أي تطبيق آخر بيقوموا هني بتنزيله من خارج متجر جوجل بلاي. دائما يكون مصدرنا الرئيسي للتطبيقات هو المواقع الأصلي للتطبيقات أو موقع المتجر الخاص فينا، كان على كافة أنواع الأجهزة، كمبيوتر، موبايل، آيباد، كل هاي الأجهزة إلى متاجر رسمية فينا ننزل منها التطبيقات اللي نحن بحاجتها. أي مصدر تاني لتنزيل التطبيقات غير موقع الأصلي هو يعتبر مصدر غير رسمي، وقد تكون التطبيقات 90% تطبيقات للأسف بتلحق فينا الضرر وبتأخذ معلوماتنا، كانت صور أو فيديوهات أو أي معلومة موجودة على هواتفنا أو أجهزتنا. نعم، أنا بدي أرجع أقول لكل اللي عم يتابعنا وعم يحضرنا بالبث المرئي المباشر إنه في إمكانية تطرحوا أسئلتكم ضمن التعليقات أو تشاركونا اتصالاتكم على 090-350-5238، اتصال واتساب واتصال موبايل، وأيضا على الهاتف الأرضي من داخل تركيا على 0850-477-7565. فيكم تشاركونا، توجهوا أسئلتكم للخبير بالأمن الرقمي الأستاذ يحيى صباح، هو موجود معنا لليوم. رح أخذ اتصال أستاذ يحيى إذا بتسمح لي. اتصال واتساب. ألو، صباح الخير. ألو، يسعد صباحك. صباحك أحمد، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. يعافيك، تفضل، شو سؤالك؟ الله يزيد فضلك. أنا يعني بس بدي أسأل الأستاذ إذا عنده فكرة عن موضوع تحديث نظام الأجهزة. أنا جوالي نوت 8 برو، شاومي نوت 8 برو، فيه مشكلة يعني انخفاض الصوت مباشر، يعني مثلا حطيت على غنية، بسمع صوت على الواتساب مباشر الصوت بيختفي، يعني مو بيختفي بس بيضعف بشكل فظيع. وانا معلي الصوت للاخير، يا ريت يعني يا ريت يقول لي شو الحل، حتى عملت له اعاده ضبط مصنع. يعني قالوا لي ناس، نعم ما بعرف اذا كان عنده فكره، بس يعني انا ردت اسال يعني اللي سمعتكم. هي فقره يعني بشكل عام عن هالمواضيع، مشان هيك دقيت. تمام. وبالنسبه لموضوع الواتساب، يعني عن جد انا في كثير عالم بتخصني منزل الواتساب المو اصلي، وعطول بنصحهم وما بيسمعوا الكلمة وما بيفهموا، فيا ريت حضرتك تحكي هلأ على الهواء، لأني هلأ بدي أبعث لهم رابط البث المباشر وسمعهم وخلي ينتبهوا، لأني بصراحة نبهتهم كتير التطبيقات ما ينضيفة ومعلوماتكم بخطر. قال لي دخيلك شو هالمعلومات، من لأنيتنا مهمين يعني، بس إنه نصيحة بس يعني. شكرا كثير لك أحمد، يسعد أوقاتك. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. أستاذ يحيى، ما بعرف إذا السؤال الأول في إمكانية أنه نحن نجاوب عليك أو ما بيتعلق بموضوع الحلقة.
صراحة بدي احكي بشكل سريع. هلا موضوع يعني هلا اذا انت ما مشكلة سوفت وير، يعني اذا انت فرمتت وظلت المشكلة قائمة، فقد يكون في مشكلة بالهاردوير، يعني لازم فحص الجهاز من عند خبير موبايلات يتأكد انه السماعة هي شغالة، او يتأكد من الزرار انه هني ما بيعملوا تخفيض للصوت مباشرة وقت بيتم فتح اي صوت كان. فصراحة إذا هو عملت فورمات فأنا ما فيني يعني أتأكد إنه شو المشكلة ليكون الهاتف معي موجود أو يعني تستخدمه قدامي. فلهيك بنصحك إنه تشوف محل يتأكد من السماعة الخارجية إذا هي شغالة 100% أو فيها مشكلة، بتوقع بحل لك المشكلة. موضوع السؤال الثاني، موضوع الواتساب، فعليا جدا ضار. أنا اللي بدي أقوله للأشخاص اللي فعلا جد بيقولوا إنه ما عندنا معلومات مهمة، قد يكون فعليا ما في معلومات مهمة، ولكن معلومات الأشخاص التانيين اللي بيحكوا معنا قد تكون هي فعليا مهمة. لهيك بتمنى إنه نحنا فعلا ما نستخدم النسخ الغير أصلي، واللي ما عنده معلومات خاف عليها، فمواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة وموجودة، فيه هو يقعد ينشر كل شيء موجود عنده، فيه أي شخص اللي ينشر كل المحادثات اللي على الواتساب، ما بتوقع في شخص بينشر كل المحادثات اللي على الواتساب في ينشرها على العام على الفيسبوك على كل الناس يشوفوها. فلهيك نحن في خصوصية، نحن في معلومات أكيد. حتى يا جماعة يعني موضوع جدا مهم، إن نحن لو ما في معلومات حدا بيرضى إنه يتم فتح الكاميرا الخاصة بالموبايل تبعنا ونحن بالبيت، نحن عم نتجول، نحن بأي مكان في إنترنت، تنفتح الكاميرا الأمامية أو الخلفية للموبايل تبعنا وياخذوا صور. نحن أجتنا جدا حالات لأشخاص اللي تعرضوا للابتزاز للأسف، لأنه أخذينهم صور من الكاميرا الأمامية ومدون ما يعرف وكان هواتفهم مخترقة من قبل هاي التطبيقات أو تطبيقات تانية تم تنزيلها على الهاتف. فلهيك الموضوع لا يقتصر فقط على المعلومات، يقتصر على معلومات أشخاص التانيين، يقتصر على أنه يتحكم بالجهاز بشكل كامل، يفتح كاميرا يأخذ صور ومن دون إحنا ما نعرف ولا ننتبه، الصور ما رح تنزل على الموبايل تبعنا، الكاميرا ما رح تبين إنه بيتم استخدامها. فلهيك بتمنى الحذر الشديد من هاي التطبيقات، التطبيقات الكاملة الغير رسمية ومو بس الواتساب. لهيك نحن ننتبه لكل شيء تطبيق من خارج جوجل بلاي أو من خارج الأب ستور. في عندي سؤال عم يسأل، كيف هو ممكن يعرف أبو زهر، كيف فيني أعرف إذا الواتساب عندي مراقب؟ هلا السؤال له شقين، مراقب قد يكون مراقب من قبل واتساب ويب، حدا فاتح الواتساب ويب على الكمبيوتر وبيراقب الواتساب تبعه، هذا قد يكون اول مراقبه او الاجهزه فيه، هو يفتح من الاعدادات يشوف شيء اسمه الاجهزه المتصله مع نسخه الواتساب هاي ويعمل لها الغاء. هذا الشق الاول. الشق الثاني موضوع انه قد يكون قصده مخترق الواتساب او حدا موصل للمعلومات تبعته. هلا ما دام النسخه الاصليه منزلنا نحن من متجر جوجل بلاي وواتساب بزنس، يعني دول احد النسختين منزلينهم، فنحن قطعيا ما في حد مسيطر على الواتساب تبعنا، نحن عم نستخدمه بشكل فردي وشخصي، ولكن ننتبه انه يكون هاتفنا هو المخترق من خلال انه تطبيقات ثانيه. فلهيك نحن دائما لازم نفحص التطبيقات اللي عندنا من خلال تطبيقات الحمايه مثل انتي مثل الفيروس توتال موجود على جوجل بلاي او حتى الملوار بايت او حتى الافاست، هذول بيفحصوا لي التطبيقات الموجوده على اجهزتي اذا في تطبيق في اي شك او ريبي انه هو بيوصل لمعلومات ما لازم يوصل او يوصل للكاميرا او للمايك او لاي شيء بالجهاز، فهو بيعطيني تحذير انه هذا التطبيق قد يكون خطير لازم تحذفه. هذا بيساعدنا انه يكون جهازنا بامان مشان ما يتراقب الواتساب او حتى يتراقب الجهاز. نعم، معي كمان اتصال اخر، اتصال موبايل. صباح الخير. صباحك احمد، يعطيك العافيه، تفضل. الله يعطيك. انا حابب اسال انه انا بنتي تليفونها جوالها شامي نوت 10. شو الجوال؟ شامي نوت 10. عم بتنزل مسقاب الاخضر هذا العادي ما بينزل. اضطرت تنزل الذهبي. نعم. وقت سمعت صوت طلع صوت سريع جدا. حاولت التطبيقات، حاولت الاف ما عرفت تسوي. نعم. هاي وحده. وثانيا انه بالنسبه لمكان الانستغرام ليش ما له حمايه؟ قصدك حمايه من شو بالضبط؟ حمايه مثلا على البثات المباشر وعن هيك الشغلات يعني. يعني هلا انا دخلت على الفيشن ابني حياته على البث المباشر يعني. بس فظيع يعني. يعني كان في قبل رقابه في هذا، الله ليش ما في رقابه عليه؟ نعم،
شكرا كثير لك احمد، يعطيك العافيه. استاذ يحيى، بتحب تسال احمد اي سؤال قبل؟ صراحة هو ما فهمت كثير موضوع الانستغرام، انه الحماية، انه ليش انه طفله عمل بث مباشر، يعني انه بسهولة انه ما في سهولة. تمام، وصلت هلا المعلومة. هلا اول شيء الواتساب الذهبي للاسف يعني سيء جدا، ما لازم نستخدمه. ثاني شيء موضوع تصريح الصوت، هي ميزة نزلت الواتساب جديدين تقريبا من فترة 6 شهور، فهي قد تكون من الصوت نفسه، في واحد واحد ونص او اثنين، في تضغط عليهم وتخفف سرعة الصوت. ولكن المشكلة اللي ما حسيت انه هي تنزل عن جد نسخة الواتساب، ففينا انه تبعتها مثلا لروزانا وهني بعتوا لي اياها ونقدم حل بفقرات قادمة، او حتى على الخاص نبعث شو المشكلة، ليش ما تم تنزيل واتساب، مع انه اي موبايل هو فيه ينزلوا نسخة واتساب، وخصوصا هي شاومي ما هي من ضمن العقوبات الامريكية على الهواوي، يعني هي ما فينا ننزلها كل نسخ الواتساب والجوجل والاندرويد، فلهيك ما في اي مشكلة بتوقع، الا قد يكون خلل بسيط. فبتوقع هذا يعني الجواب على السؤال انت من احمد. أستاذ يحيى، كمان في عندي سؤال من أستاذة سميرة، عم بتقول إجاني رقم على الواتساب لكنه مختلف، في عرض مغري للعمل من المنزل، عملت له بلوك لأنه ما كان طبيعي، شو ما رأي الضيف الكريم بهذا الشيء؟ ممكن بس ترجعي تعيدي السؤال، أنا ما كتير كان واضح. إجاه رقم من على الواتساب لكنه مختلف، كان في عرض مغري للعمل من المنزل، كان تصرفها انه هي تعمل له بلوك لهذا الرقم، ولانه اعتبر شافت انه شيء مو طبيعي، فهي عم تسال هل تصرفها يعني صح، او شو الشيء اللي بتنصحها تعمله اكثر من البلوك. للاسف ما فينا نعمل اكثر من البلوك، دائما نحن اي رقم غريب غير معروف المصدر بيبعث لنا اي رابط او اي ملف ما نفتحه مباشرة، نعمل له بلوك مثل ما عملت الأخت. وحتى إذا في شخص موصوف بعث لنا رابط أو ملف، نتأكد من هذا الشخص ونتأكد من الملف والرابط قبل ما نفتحهم لشو دول بعث لنا إياهم. هذا موضوع جدا مهم، وحتى على موضوع الفيسبوك طلبات الصداقة دائما نحن نتأكد إنه أي شخص هو بعث لنا طلب الصداقة يكون نحن في معرفة شخصية فيه، ونتأكد إنه المعلومات اللي بعث لنا إياها هي صحيحة، ونحكي معه نقول له ليش هو بعث لنا هاي المعلومات وشو السبب من وراها. لهذا الموضوع في عالم تاخذ معلوماتنا الشخصيه، تاخذ السي في تبعنا او السير الذاتي لتستخدمها باماكن ثانيه، او تستخدم الايميل او رقم الهاتف او رقم الوطني باماكن غير محله، فهذا بيعرضنا للضرر وللمساءله القانونيه اذا احنا موجودين بدوله كان تركيا او دول اوروبيه ثانيه. نعم، يعني هذا بينقلني لسؤال، بما انه احنا كثير عم نحكي عن موضوع الخصوصيه خاصه على الهاتف الخليوي، واحيانا نحن عم فعلا ما بنكون نحن بنعرف شو التصرف اللي تصرفناه لحتى صار في هذا الخطا وهذا الاختراق. كانت كمان اصدرت شركه ابل عدد من التحديثات الامنيه لعدد من انظمه التشغيل بعد اكتشاف ثغرات امنيه عم تؤدي لاصابه الاجهزه الخليويه ببرمجيات خبيثه، عم تؤدي لمراقبه وتحكم كامل بالجهاز باستخدام تقنيه زيرو كليك. لو تشرح لنا أستاذ يحيى بالبداية شو هي الثغرة، شو هي حجم آثارها؟ بداية للأسف الموضوع هون موضوع جدا مختلف عن موضوع اللي كنا عم نحكي فيه، لأنه هون عم نحكي عن نحن على زيرو كليك. هي ثغرة بتتم من خلال صفر ضغطات، من دون ما أضغط أنا على أي ملف على أي رابط. هلا أنا ما بدي أخوف المستخدمين، ولكن نحن هدوني اختراق جهاز أو يعني أجهزة بهاي الخاصية هو يكلف ملايين الدولارات. للأسف هذا بحكر على الدول فقط اللي هي بتخترق ناشطين وحقوقيين فيه. فالزيرو كليك هي عبارة أنه بيتم استغلال ثغرات موجودة على أجهزة أبل أو أجهزة حتى الأندرويد، ولكن آخر فترة في ثغرة موجودة بالآي مسج الخاص بالآيفون، من خلاله بيتم إرسال رسالة للشخص من خلال الآي مسج، ومن ثم هني بيسيطروا على الجهاز تبعه، فين يفتحوا ويتنصتوا على المايك أو الكاميرا.
فلهيك نحن بدنا دائما ننتبه انه لاي ناشط او اي حقوق او اي شخص حتى يعتمد على انه دائما يعمل تحديثات للموبايل تبعه كان بكافه الاصدارات ويحاول انه يتابع اي ثغره موجوده. هي تابعة الزيرو كليك تابعة لشركه ان اس او الاسرائيلي اللي هي دائما تستخدم او بتبيع للاسف هاي هذا الفيروس او هاي البرمجيه الخبيثه لاختراق اجهزه او اختراق ناشطين. نعم أستاذ يحيى، أنا رح أتابع كمان مع بعض الأسئلة اللي عم تردنا، رح أخذ اتصال أبو محمد. صباح الخير. صباح الخير أبو محمد، تفضل شو سؤالك؟ أنا في سؤال، مثلا أنا بفوت على متصفح جوجل كروم بفوت مثلا بتفرج على مباراة أو كذا، فبيعطيني إشارات إنه إيش اسمه مثل مثلا حظر أو منع أو كذا، إنه مثل رابط يعني إعلانات قصدك؟ مو إعلانات، هلا حظر إذا أعطيته مثل حظر أو منع فمرة واحدة بالغلط هيك ما أعطيته، فحسيت الجهاز كله تخربط وسويت له سوفتوير من أول وجديد. وفي سؤال ثاني إنه كيف أعرف أنا جهازي مخترق ولا لا كفيروسات أو كمثلا تجسس أو كذا؟ جهازك اللابتوب قصدك ولا كيف؟ لا، جهاز الهاتف المحمول. نعم، شكرا كثير لك أبو محمد، يعطيك العافية. هلا بخصوص بدايه عن الاعلانات او خلينا نقول الصفحات المنبثقه اللي بتطلع من خلال نحن فتحنا لمواقع كان مباريات او افلام او مسلسلات اي شيء، هي دائما ننتبه لانه هي قد تودينا لمواقع تاني سيئه للاسف، او تحملنا برمجيات على هواتفنا تكون سيئه مثل ما صار مع الاخ هون. فدائما بنحاول نحن نستخدم خلينا نقول مانع الاعلانات حتى على الموبايل، في ننزله ويمنع الاعلانات انه هي تنفتح صفحات منبثقة أو حتى أيضا على الكمبيوتر، فهذا بيساعدني أن أكون بأمان. ودائما يعني صراحة ما فيني أقول للناس ما فيكم تشوفوا مباريات أو مسلسلات أو أفلام، لكن ندور على المواقع الأقل إعلانات اللي بتقدمها عشان نضمن أنه ما يكون في عنا مشاكل من خلال الصفحات المنبثقة. موضوع السؤال الثاني انه كيف انا فيني اعرف الجهاز الموبايل تبعي اذا هو مخترق او لا، انا ذكرت اسماء ثلاث برامج هي فيها تفحص الجهاز اللي عندي وتتاكد من البرامج الموجوده انه اذا في مشكله او فيها وصول لشغلات ما لازم توصل لها. وفي موضوع كمان هو موضوع انا وقت اللي احس انه عن جد الموبايل تبعي فيه عم بيصير فيه مشاكل، في ضعف بالبطاريه، في حراره عم بتصير بشكل عالي، في بطء باستخدام الجهاز وتكون انا عم بستخدمه، في استخدام قوي للبيانات خصوصا اليوم اللي تخدموا 4G أو خلينا نقول الانترنت الخاص بالبطاقة بيبين عندهم الصرف للبيانات بشكل كبير، فهون فينا نتأكد أنه فعن جد أنه في معناتها حد داخل الجهاز. الحل لهذا الموضوع حسنا في نحن اختراق للموبايل تبعنا فورمات مباشرة، لأنه ما فيهم برامج الانتي فيروس وقتها أنه يحموا الجهاز أو يحذفوا للفيروس. الحل هو الفورمات الانتي فيروس أو برامج الحماية الانتي ملوار، هي بتساعدني إذا أنا نزل لي بعدين الفيروس أو اللي بعض النصائح أو إنه هاي التطبيقات فيها مشكلة حذفها. فلهيك نحن يا ريت يكون حذرين جدا بتنزيل أي تطبيق أو ضغط على أي رابط، لأنه قد فعلا يسبب اختراق الهاتف تبعنا، وهذا الشيء قد ما يبين خلال ساعة أو ساعتين، قد بده أيام المخترق قد ما يعمل شيء أبدا لبعد كذا يوم، لأن نحن ننسى شو عملنا أو شو نزلنا أو شو ضغطنا. نعم، بدي أشكرك جدا أستاذ يحيى صباح، خبير الأمن الرقمي، لوجودك اليوم معنا بريفرش ضمن البرنامج الصباحي، يعطيك العافية. شكرا لك ولجميع السادة المتابعين والمشاهدين، يعطيك العافية. من جديد بدي أشكر كل اللي شاركونا اليوم بأسئلتهم واستفساراتهم، تحدثنا أكثر عن الخصوصية خاصة بما يتعلق بالواتساب بالفيسبوك أيضا بالأجهزة الهاتفية والتطبيقات اللي نحن بننزلها، ذكرنا أيضا زيرو كليك كيف هي الاختراق كيف عم بيتم، شو الخلل اللي صار بالبرمجة لحتى كان هذا الشيء موجود، تفاصيل كتيرة تناولناها اليوم. بتمنى اللي بتابعنا مؤخرا يرجع يتابع الفقرة من بدايتها، والكل مدعو يرجع يتابعنا على هو راديو روزانا ضمن برنامجنا الصباحي، مستمرين معكم لغاية الساعة 12، تبقوا بكل خير.